أهلا بكم في الحلقة رقم 30 من السلسلة التعليمية للأنظمة الميكانيكية داخل المطابخ. النهاردة هنتكلم عن توزيع مخارج الهواء داخل المكان. طبعا كميات الهواء بنقدر نعرفها من الأحمال الحرارية، يعني لو جينا شفنا الأحمال الحرارية بتاعتنا في المنطقة بتاعت منطقة الاستقبال في المطبخ وملحقاته، هلاقي إن إحنا في عندي كمية الهواء الإجمالية 3063، ده اللي خارجة من المكنة. لما نبتدي بعد كده نروح داخل السبيسز، هلاقي إن في عندي 3 سبيسز، الكيتشن انترانس والريسيفينج والكوكينج اري. كل واحدة فيها بيبقى من اللود الحراري بيقول كمية الهواء المطلوب ضخه داخل ذلك المكان. يعني هنلاقي إن في عندي في الكيتشن ريسيفينج أريا في عندي تقريبا 270 لتر بير سكند، ده المفروض يدخل في المنطقة بتاعة الاستلام والتحكم. طيب لو أنا هحط ديفيوزر هيبقى مقاسه قد إيه؟ وهي هل المقاس ده يستحمل كمية الهواء اللي أنا داخل عليها ولا لأ؟ طبعا عشان نعرف السرعات داخل كل ديفيوزر هنلاقي إن الكود المصري بيديني السرعة اللي المفروض إن أنا لا أتعداها لما أدخل كمية الهواء ديت في الديفيوزر. فلو جينا في التصميم بتاعت الكود المصري هنلاقي طبعا إحنا عندنا المطبخ من 40 ل 45 نويز ليفل بتاعه، فده بيسمح لي إن في عندي سرعة الهواء تبقى 3.2. لو جينا رحنا لأحد الشركات المصنعة للديفيوزر، يعني لو دخلنا على مثلا تروكس بيبقى في عنده بعض مخارج الهواء، وبيقول لي من ضمن الحاجات الداتا بتاعت مخارج الهواء الإفكتيف إيريا اللي المفروض إن الهواء بيخرج منها علشان أقدر أعرف هو دوت الإفكتيف إيريا ديت تسمح لي إن أدخل كمية هواء قد إيه. فنلاقي هنا هو عنده طبعا مقاسات 250، طبعا ده سكور ديفيوزر 250 300 400 500 600 وهكذا. فلو جينا عند ال 600 اللي هو أكتر يعني مقاس بيستخدم، هنلاقي الـ effective area بتساوي 11%، وإحنا قلنا إن يبقى السرعة فيها 3.2. فلو جينا ضربنا 3.2 في 0.11 اللي هي الـ effective area بتاعت الـ diffuser 600 دوت، هيقول لي إن في عندي كمية الهواء اللي أقدر إني أخرجها من الـ diffuser دوت لما يبقى في عندي النويز ليفل 45، فهيبقى 350 لتر بير سكند. طبعا كمية الهواء بيستتبعها مع مقاس الديفيوزر الثرو، يعني الهواء بيترمي قد ايه من الديفيوزر. فنلاقي ان هو في عنده طبعا مقاسات مختلفة. لو جينا عند 600 مثلا، فلو احنا دخلنا كمية هواء بتساوي 300 في 300 لتر بير سكند، هنلاقي إن الثرو بتاعه بيساوي تقريبا 3 متر، يعني هيعمل لي radius of through بيساوي 3 متر، يعني القطر بتاعه حوالي 6 متر. طيب احنا عندنا قلنا في المنطقة بتاعت ال receiving area catch receiving area أنا محتاج 270، 270 يبقى كده تقريبا هتعمل لي ثرو لو دخلنا برضو على 250 برضو 3 متر. يبقى احنا دلوقتي متأكدين ان الديفيوزر المقاس 600 ده يعني يناسبه كمية الهواء اللي بتساوي 270، وهيعمل لي ثرو بمقداره 3 متر. 3 متر ديت يعني لو احنا عندي بلاطات كل واحدة فيها 600، فبالتالي تقدر انها ترمي 5 بلاطات بعد الديفيوزر. خلاص يبقى بالتالي نيجي بقى ندخل على منطقة التحكم والاستلام ونحط لها اير تيرمينال اللي هي الديفيوزر، يعني ان دوت طبعا هنلاقيها في السيستم، ولا ان انا في عندي اير تيرمينال.
فأنا عندي هنا إير تيرمينالز مختلفة، وطبعا ديت من ضمن الفاميلي اللي حصل عليها تعديل علشان أحط فوقيها بلينوم أسحب من خلال الهواء أو أدفع من خلال الهواء. فنيجي بقى 600 في 600، هنيجي نحطها. طبعا ما انساش ان ايه، لازم يبقى في عندي فيس اون بليس اون فيس، ويبقى انا فاتح الفيو بتاع ايه، بتاع السيلينج، علشان لما اجي احط الديفيوزر يلاقي الفيس ده موجود واقدر ان احط عليه الديفيوزر. هنرجع تاني نقول اير تيرمينال، وادي 600 في 600، هحاول ان احطه في منتصف المكان. يعني لو جينا حطيناه، هنيجي الاول في الاول نحطه عند الاوميجا بتاعت السقف، تقاطع الاوميجا، عشان بيقدر الفاميلي انها تلتقط النقطه ديت، وبعد كده احركها 300 في الاتجاه اكس، واحركها تاني 300 في اتجاه واي. يبقى كده هي هتكون في منتصف البلاط. لما اجي اشوف هنا هي رمت قد ايه، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 تقريبا 5، يبقى كده دوت في منتصف الزون. نيجي نشوف هنا رمت كام، 1 2 3 4، 1 2 3 4، يبقى تقريبا دوت المكان، انسب مكان اقدر احط فيه الديفيوزر. هبتدي اشتغل بنفس المنظومه في منطقه الاستلام والتحكم ومدخل المطبخ، وكذلك في الجزء اللي هو غير مشغول في منطقه الطهي ده. طبعا ما انساش اني اغير كميه الفلو اللي هي خارجه من الديفيوزر، هي طبعا كانت نازلة 82 لتر بالسكند، فديت هتعملها اللي هي 270 زي ما هو كان طلع لي من الهاب. هنا بعد ما حطينا الديفيوزر بتاع السبلاي، برضو قسمنا كمية الهواء على الديفيوزر في كل منطقة، وبعدين برضو حطينا بنفس الطريقة كمية الهواء الراجع. برضو عندي ديفيوزر راجع، وبحاول نخلي دايما في سيمترية بين توزيع الديفيوزر عشان تبقى تدي برضو شكل جمالي داخل السقف السائط، وتساعد برضو على توزيع كشافات الإنارة بشكل متناسق. طبعا احنا حطينا الديفيوزر بتاعت الريتير دي كلها، هناخدها كلها مع بعض كده سلكشن علشان نبتدي نديها كمية الهواء اللي احنا عايزينها انها تخرج منها. هنلاقي إن إحنا في عندنا 9 ديفيوزر أو العدد مكتوب تحت، وأنا في عندي 290 لتر بير سكند، فهكتب عند المنطقة بتاعة الفلو أقول بيساوي 2910، اللي هي كل كمية الهواء بتاعة المكنة على 9، فبالتالي هيبقى نصيب كل واحد منهم 323. طبعا ما بحاولش ان احط ديفيوزر في المنطقه بتاعت سحب الهواء من المكنه، علشان طبعا هيبقى اقرب ديفيوزر هو اللي هيتسحب منه اكبر كميه هواء، فبعدت عنها. يبقى هنلاقي الديفيوزر في واحد موجود في الممر، وفي عندي هنا 5 موجوده في منطقه الطهي، وفي عندي 3 موجوده في منطقه الاستلام والتحكم. بعد كده اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نشبك بقى كمية الهواء ديت بدكتات لغاية لما توصل للدكت بتاع السبلاي، والدكت بتاع الريتيرن هيسحب من البلينم بتاع السقف. بعد ما وصلنا مخارج الهواء للدكتات لغاية لما طلعنا فوق السطح علشان نغذي المكنة، هنطلع للدكت الرئيسي. طبعا هنلاقي كمية الهواء اللي فيه هي كمية الهواء اللي طلعناها من الحمل الحراري. هنقول والله طب احنا عايزين ان احنا نعمل سايزنج للدكت ده. لما نروح للكود المصري هنلاقي ان سرعة الهواء ممكن تصل الى 12.7، يعني لو قلنا ان احنا هنخلي سرعة الهواء 12، فنيجي على الدكت اللي هو الرئيسي دوت، ونعمل داكت سايزنج، ونقول له خلي لي السرعة 12، ونقول له اوكي. راح اعمل لي سايزنج للداكت، اجي ابص بعد كده على الفريكشن هلاقيه تقريبا 2.5، فده معناه ان انا ممكن اخلي لو انا هشتغل بالايكوال فريكشن ان كل الداكت يبقى الفريكشن فيه بيساوي 2.5. طب دي هنعملها ازاي؟ هنروح للبلان
ونعمل هايلايتنج لأي أي دكت، مثلا ندوس سيلكشن وبعدين ندوس تاب 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 لغاية لما هلاقيها كمان الجريلات عندي ابتدت إنها يعني تعمل لها سيلكشن، وبعدين أروح للدكت وأقول له خليهولي بدل ما تعملهولي بلاستي اعملهولي بالفريكشن، وخليلي البريشر لوس لكل متر 2.5، ونقول له اوكي. طبعا كده هو هيعمل لي الدكت، هيعمله لي مربع، دايما ماشي مربع، لان انا عندي مثلا في السايت انا مش عايز امشي اكتر من 400 ملي ارتفاع، فاجي اعمل ريستريكشن واختار ال 400 ونقول له اوكي. فليه هو اوريدي هيعمل دكت سايزنج للدكت كله، يبقى كده احنا عملنا الدكت سايزنج. احنا يعني في تريكة هنا، انا دايما بفصل الدكت الرئيسي عن المكنة علشان، وحتى نشوفه هنا في السكشن، لان لما انا بوصله بالمكنة بيعمل لي كونفليكت، يعني بيلاقي ان هو محتاج يحط وصلة والوصلة بتأثر على المدخل بتاع المكنة، وبجربوها. فانا هاجي بعد كده واروح ايه جاي يعني مختار الدكت ده واقول له ايه درو دكت لغايه لما اوصل للقلب بتاعي، فعمل لي الريديوسر عشان يوصل للقلب. يبقى كده احنا عملنا الدكت سايزنج. بعد كده بعد ما خلصت المسارات الدكت، عايز احط بقى فوليوم كنترول دمبر عشان عمليه البالانسنج، لان مهما عملت الدكت سايزنج صحيح هتلاقي إن في فروقات لما تيجي تشغل ما بين اللي خارج من اليوزر واللي مكتوب عليه في التصميم، فبالتالي لابد إن إحنا نحط فوليوم دمبر أو ساعات بيسموه بالانسنج دمبر. فبالتالي عشان أحطه هروح للسيستم، هلاقي في المنطقة بتاعة ال HVAC بتاعة الداكت أحط داكت أكسسوارز، عندي مجموعة من الدنابر نازلة مع التمبليت في الأوبزيت كنترول دمبر طبعا محطوط عليه اكتويتر، احنا دوت بالانسنج فده بيتظبط مره واحده، في الفاير دمبر دي حاجه تانية، وفي عندي الفوليوم كنترول دمبر ناخده. يبقى كده هو معايا، ابتدي اروح لغايه لما الاقي السنتر لاين بتاع الدكت اوريدي نور، فاروح حاطط ادي ايه الفوليوم دمبر. يبقى كده احنا هنا حطينا فوليوم دمبر، اروح كمان للبرانش التاني احط فوليوم دمبر، اروح البانش ده وأحط فوليوم دمبر، أروح للبرانش اللي بعد كده أحط، حتى في النهاية بيبقى فيه عندي إيه الفرع النهائية لابد نحط عليها برضو، لأن كمية الهواء اللي مرحش للدمبر القريب هيروح للدمبر الأبعد. يعني طبعا مطلع لي بيقول لي إن في عندي هنا مشكلة هنحلها، نرجع نحط تاني لأن كان الدكت كان راوند، وطبعا الفوليوم دمبر عندي ريكتانجلر فاحنا حولناه لريكتانجلر من هنا. لما نعمل سليكشن للدكت هتلاقي في عندي أنواع مختلفة من الدكت، هناخد هنحوله إلى ريكتانجلر، نروح تاني للسيستم ونقول له حط تاني الأكسسوري. طبعا آخر حاجة احنا كنا شغالين فيها كان الفوليوم دمبر، ونيجي نروح حاطينه ادي اتحط هنا، كذلك برضه هاجي واحطه هنا. يبقى كده في عندي فوليوم دمبر، يبقى انا كده عندي الافرع كلها حطيتها ما عدا الفرع الاخيره، برضه احتاج ان احط لها فوليوم دمبر، لان بقيه الهواء اللي ما راحش للفرعات اللي حطيت عليها فوليوم دمبر في القريبه هيروح للابعد. فكده كمان حطينا هنا فوليوم دمبر، يبقى كده نقدر نعمل بالانسنج للسيستم كله على بعض.